مشاهدينا متابعين حلقه اليوم بتحلى الحياه هابي وومن ازاي انت اللي بتعيدنا ما بعد ما اعطيتيني الهوا الراجل الوحيد معنا انت اليوم الحلقه عن جد يعني عم فكر فل خيفان لا عن جد بالعكس احنا مبسوطين حييكي وحي عفاف بهذا النهار ونحن بلاكم ماشي صراحه تسلم ميرسي عقبال ما كل رحل لك لا وما كارلا كذا وهيك كارلا عقبال ما كل الرجال يقولوا هيك شو بكي كارلا 100% شو بستي قبلي؟ شو عنا اليوم؟ عنا شفتك بسطرمة؟ نعم في بسطرمة اليوم ومعنا اليوم كمان رب البندورة رب الحار رب الحار وجوز وجوز زيت زيتون زيت نباتي عصير حام ودبس رمان وبيت فري اليوم عنا سلاد بيت فري مع بسطرمة شفتي؟ وعنا كمان اليوم محمرة بس على طريقة خاصة اليوم مغنجنا شيء اليوم مغنجنا ومحرحرهم للرجال لأنه هلأ النسوان رح يعملوا الأكل ويزيدوا حر قد ما بدهم أوكي رح بلش أول شيء بالسلاد انت قام انت هيدي السلاد ليه؟ كيف طيبة هلأ شو هلأ ما في شك إنها طيبة لا منيحة أوكي هيدا الخس أكيد مغسل معقم أنا قبل بوقت أوكي رح حطهم هون يعني للمشاهدين شوفوا إنه نحن بندوق فما عندهم شك من هالأمر أوكي الخس رح نقصه بهيدي الطريقة شايف بيقولوا الخس بقلب السلادات لازم يتقطع بالإيدين لأنه السكينة هيك بتسمى للخضرة هاتلا نشوف مسمومة لا عادة هيك يعني بأمريكا ايه مزبوط هيك بيعملوها خاصة الايسبرغ وهيك ايه تكون أنعم على الهيدا مش أوكي. بالسكين بيقولوا انه هيدي الشغلة أزبط بس انه ما بعرف قديش مزبوطة صراحة شفتوا كيف لازم تتحيلوا نحن بالإيد اه لك خبطين خبيتك الخيارة شو بيعمل تنسمى؟ لا هيدي ما بتقصها اوكي الخيار رح نقصهم بهيدي الطريقة نعم رح نحطهم كمان بالصحن تبعنا نعم هلا عم حطهم بصحن مش التقديم لان بعدين بدي ارجع اخلطهم مع الصوص اوكي انت عم بتحضر هلا لأنه... نعم سلاد بتكفي لشخصين نعم بورسيون لشخصين بنقص الخيار هي بتعرف قد ايه صار لي اول مرة عم شم عن جد ريحة الخيار مزبوطة نحن ما بنمزح لا عن جد هلا بس قصة تذكرت بس كنا صغار لكن قد ايه صرنا نحن ما عم نشم ريحة الخيار المزبوط فعلا مش عم ناكل اورجانيك اوكي هون عندي فجل جايبها اورجانيك هيدول الخيار شكلك ما فينا نحكي ما بحب سمن انا ما بحب خضرة سمها بالعكس عم كرمها لخضرتك مزبوط عم بقص هون الفجل بهذا الشكل اوكي حطينا فجل صغار تقريبا ميديوم دايس نعم اوكي بزيادة عندي هون بوكي مهضومة بدي اخذ منها شوي نعناع اوكي رح نورق شوي كم ورقة نعناع ايه هدول ما رح ينقصوا بدك انا اعمل لك اياها؟ يلا زحبة ما بدي اعذبك بهذا النهار انا لا بالعكس ما نحن خلقنا للعذاب لا عم بمزح اكيد لا كارلا نحن خلقنا لنعذب غيرنا انا جاي بدي اقول اسلحات لا بالعكس نحن لانه النساء اصلا هون عم ربنا حاطط فينا قوه وقدره تحمل الرجال ما فيهم صحيح انت معك انت معي بهالنظريه ما في لك شيء عم بقول لك معك انا للاخر معك اليوم هلا اليوم كارلا انتهزي الفرصه قولي شو ما بدك شب شادي مش رح شو عندك لا. اليوم خبرينا اليوم فيك تقولي شو ما بدك اوكي حطيت كم ورقه روكا انا هون رح احط كمان بقله السيدة بتطبخ بتروح على شغلها بترجع بتدرس ولادها لا انا حفل لا انا حفل ما حقدر كمل الا شيء لمرتك اليوم شو بدي اقول اول شيء نحن الله يخلي لي اياك ايه شو بدك تقول بعد؟ ليك انا بستحي شوي على هيك ما بعرف تعبر ايه ما بعرف اعبر هلا بلاقي اياهم بالبيت بعث لهم على كل حال الله يخلي لنا اياها ولا اكيد انتم بتتعبوا وعندكم دور فعال بحياتنا شفت؟ هلا اليوم اطيب اكل اليوم على شيء اطيب دليفري اليوم ايه فعلا اليوم حتعلي المستوى كثير حتطلب من عند اثنين اليوم مش من عند واحد والا بيتهمونا اليوم باضطهاد رجال كارلا شوي شوي صار بدنا نحن ضد العنف بدكم تطالبوا بحقوقكم بعد شوي والله يا عمي اوكي هو للاسف يعني انه نحن بنطالب بحقوقنا عن جد عيب بال 2017 المرأة بعدها عم بتطالب بحقوقها عن جد ان شاء الله بيجي نهار وبصير في مساواة بتصيروا انتم بتطالبوا بحقوقكم هيك بدك شو زدنا؟ زدنا البقلة هلا بقلة روكا خس أوكي. فجل وخيار هيدي هي السلاد هلا رح اعمل الصوص انا اللي هي ثوم وحامض وزيت وملح وبهار اوكي رح اعملها بهذا الكراف لان رح اعوز كمية صغيرة منها نعم
ثوم حامض زيت، ثوم حامض زيت زيتون وملح وبهار ابيض. اوكي اوكي، هون عند الملح انا اوريدي خلطتهم مع بعض. نعم، بس كرمال الوقت. هيدي اوكي، هون راح احط بس جلوفز ثاني كرمال اخلط السلطه، لانه بعد ارجع احط عليها. اه هيك بدك تعملها؟ بس ما هو البيت سلطه. نعم خلص. ايه بتخاطري؟ ليه ما بدي خاطر؟ شفت نحن النساء ما بنخاف كمان، حتى شي. حتى بالسلطه ما بتخاف. اسم الله عليكم عن جد. اوكي بهذا الوقت انا طب بحق لنا اليوم هيك؟ لا لا، اليوم قد ما بدك، قد ما بدك اليوم بحق لكم تو ذا ماكس صراحه. تو ذا ماكس. انت مش كرمال شيء بس لانك الرجل الوحيد بالحلقه. في انا والكاميرامان بس. المخرج معي او ضدي؟ المخرج معك ولا ضدك؟ لا اكيد معك. ما في شك. اه الحمد لله. ولكن بس لخبرك انه الاكيب بتحلى الحياه كله نساء. كله نساء؟ حفل من هون مع كوتا يعني. اوكي. برودكشن وكلهم، وتحيه كثير كبيره لهم لانهم عن جد عم يعملوا مجهود كثير كبير. يعطيهم العافيه اكيد. هون عندي بيت فره اللي هي صفيه تاخذها الكاميرا. بيت فره معروف من تير الفره، وهي أوكي. بتكون عاده حجمها اصغر وسيم تيست تقريبا، بس يعني بتكون شوي هيك سيمباتي اكثر. مهضومه. اوكي رح قصهم، رح قص ثلاث حبات سلايس. نعم. رح نحطها فوق ال هيك بدك تزينها تزيين. نعم. بس انا الفجل ما عم لقيه، بدي اشوفه لانه بحب الالوان. انا رح ساعدك، رح نحط السلطه تبعنا، رح نشيلهم من هون ونحطهم بهذا الطبق. كارلا هلا انت اثرتي ثوره عنصريه بالبروجرام. الكل كثير كبيره. كل هلا الشباب عم بيطالبوا بحقوقهم، خلص نسفتي كل حقوقهم ونسفتي وجودهم بالبرنامج. ابدا. فاكيد تحيه لكلهم يلي عم يتعبوا اكيد بالبرنامج ويقدموا على احلى وجه. فتحيه للرجال والنساء بالبرنامج ولكل المشاهدين. اوكي هون رح قص بيض الفره هلا. بالنص هلا بدك تقصهم؟ نعم رح قصهم. رح اجرب قصهم ودجز يعني حسوس صغار. نعم اوكي، رح خلينا نقص بعد وحده كمان. كيف بنقليهم بنسلقهم عفوا؟ عادي مثل البيض العادي؟ نعم نعم نفس الطريقه يعني. أوكي. اربع خمس دقائق من بعد ما تكون المي مغليه وانف لهم. اوكي شايف، يعني بنتركهم 10 دقائق كمان لانه البيض العادي بده 10 دقائق مشان تاني. هول اقل بس لانه حبوبهم اصغر بس. نعم بنحط، انا عاده بحط رشه ملح. رشه ملح اكيد مزبوطة هيدي الخبرية؟ مزبوطة. هي ما فيها لا تسمسم ولا شيء، هيدي مزبوطة معك 100% أنا. أوكي. وطريقة تقشيرهم شيف صعبة ولا؟ لا مثل البيض هينة يعني عادي. من بعد ما يسقوا نعم بتصير هينة كثير. من بعد ما يسقوا. هون عندي بسطرمة، بس التريك الصغير اللي عملناه إنه قصيناهم بالرينج. نعم. بشكل هيك مبروم. بس للشيف يعني مش أكثر من هيك. أوكي. لكل الأشخاص الصايمين في يعملوا سلطة بلا بدون بسطرمة. نعم بسترمة. أكيد. اعطيهم تو تشويسز. نحن فينا نشيل البيض منه اللي هو بيض فري، وفينا نشيل اللحمه البسترما. اوكي فينا نستبدلها بتونه او بشي سمكه مشويه. يوم نحن بس عملناها مع البسترما تغيير، لانه مش دائما بنلاقيها بالسلاد. ما حدا بحط، هي قريبه على الكارباتشو او على جامون دوبار، بقى حبينا بس هيك نعملها. خلينا نمسح صحننا هلا. الشاي اخر شيء بده اياه. والجوز شاف الجوز المحمر اللي هلا رح اعملها. اوكي يلا رسات انا كمان سريعة. بتغير يلا. هلا عنا المحمره، المحمره هي البيس تبعها جوز وكعك. نعم. الكعك ممكن يكون الفتافيت الموجودين بالبيت مثل الكعك او الفندقية او شيء، تمن كبهم فينا نستبدلهم نعملهم بهيدي الرسات. هون عندي جوز. بدك تكسرهم بالايد؟ نعم حيصير تكسريهم. يلا ما عندي يلا كسر. هيدا نهاري، هيدا نهاري. اوكي انا بكون عم فسر شوي. فشي خلقك، فشي خلقك بالجوزات. اوكي رح زيد انا شوي رب الحار على الجوز اللي عم تكسريهم. نعم رح احط كمون. كيف بدك اياهم صغار؟ صغار بهار احمر. لا اصابها قد ما يتكسروا ما منا مشكله صراحه. عم يفرطوا. هي كرامبل لانه ما اوكي بنحط شوي من الزيت زيتون. نعم نخلط؟ فيك تخلطي ايه، بس خليني ساعدك نعمل كميه شوي اكبر. والله شطوره، تكنيكك مظبوط. ميرسي. كيف؟ شو؟ تلميذتك يا شيف. عم باخذ شهاده منك شيف. اوكي عندنا هون كعك محمص ناعم مثل ما شفتي، هول الاصابع الفينجرز بيكونوا موجودين عندنا بالبيت. نعم. او فينا نجيب كمان نشتري كعك مطحون خالص. نعم. اوكي رح نحط كمية كعك بس لتصير بات. اوكي. رح نحط شوي من الثوم. بدوفوا لها ثوم. شوي صغيرة بس للتيست مش أكثر. تعطي هيك كيك. هون عندي زيت نباتي كمان ما راح كتر لانه اوريدي حطيت زيت زيتون. نعم عندنا دبس الرمان.
دبس الرمان تعطيها نعم. حموضة تعطيها حموضة طيبة كثير. طيب رح زيد ارجع شوي من الرب البندورة. أنا بدك إياها حمرا بيست. نعم تتصير مثل البات يعني. بدك إياها جندة. أوكي أوكي رح أحط شوية ملح وبهار أبيض. نحن اليوم بدنا نقول هلأ أنه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة تمت إضاءة السرايا الحكومة مثل ما وعد وذكر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. يلا في سعدي سعد الحريري بهالأسنان طبعا تسعدك بس أعمل شوي بإيدي كرمال الهين عليك ما بدي أعذبك اليوم. اوكي المحمره هي الاساس الكعك والجوز هولي كلهم بصيروا مطيبات مثل دبس الرمان والبهارات الموجوده فيها بنضيف قصص لها. هلا اهم شيء تندعك وتتريح تقريبا شيء ثلث ساعه بس للكعك يشرب زيت زيتون والزيت النباتي. واذا حسيناها شوي فيها سماكه او ما عندنا اخذه بعضها فينا نضيف بعد شوي بعض المي. بينضاف لها مي عادي شوي صغيرة. لانه فيها رب البندوره بتحمل نعم. شوي يعني واللون والدو وال يعني الذوبان تبع الرب بصير اهين رب البندوره رب الحر. ليك صارت هلا كمنها بتصير بات ام جان وروسات هينه وكثير طيبه واحد بيقدر ياكلها مع خبز محمص او هينة. هون رح نحطهم بهي الطريقه كرامبل مسجورين يعني ما بدهم تزيين لونها حلو وطيبه كثير عن جد ما هلا بندوق. في ناس بحطوا لها فليفله معها فليفله احمر كمان بيضيفوا لها بيضيفوا لها فليفله احمر وهيك انا حبيت اعملها روسات تراديشنال روسات تراديشنال ما فيها ما فيها شيء زياده وهلا اخر شيء بنزينها ببعض حبات الجوز. اوكي يلا جاهزين فاينل تاتش لإلك اكيد يوم نهاري يوم نهاري عن جد شو هالذوق اسنقي مش مكسر بليز مش مكسرين كارلا انا رايي تزيد شوية الحار حار لهم اليوم ما في في بابريكا بس ما جبت سيرتهم صراحة ما حصل ماضي تتريهم كارلا لا شاف زين تحلي تمام تمام لا انا عم فكر تصير تجي القربة انت لا انا ما بستغني عنك ابدا لا ما لا ما بدك شو بدك تحطي بدي احط نعنع هيك بالنص مزوقة عن جد مزوقة اوكي وهذا طبقنا لليوم لا ما في شك يعطيك العافية يلا بس ما بدي انزعلك الديكور بدي ذوق من هون اوكي انف فيك لما تحرح لي بس حر؟ شوي حر؟ لا لحديت هلا لا اطلعوا بريك ما فينا نطلع بريك تحملي شو نهارك تحملي اليوم لا هيدي الرسات تبعنا صار لي كل الفكرة عم نغنجو ليكي شو عم بالاخر حرحرك يا كارلا ما كثير حرة؟ لا منا حرة منا حرة منا حرة يعني انا شخص ما بيكون حرب المرة بس لا ما فيه حرب ابدا ما فيه حرب برافو زمتنا. شيف صحتين عن جد برافو بحييكم عن جد مرة ثانية بهذا النهار وشو عم نقول لكم بعد ميرسي ويعطيكم العافية نعم لكن نحن